تصبحي عندنا العزاز. اييه ما تكونوا بخير على خير. شوفوا اليوم تقدم تحيه حاره اليوم التقديم ديالك ديالك يلا عطي شي تقديم في قناة دمويه منا. نعاود ندوي انت. لا غير كملي والله حتى تكملي عمتي. شوفي عادي كملي هادشي اللي بغيتي. اليوم تبعين ديال العزاز كيداس لاباس كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اييه كما كتشوفوا انا الاخصيه منا كما العاده ان شاء الله كما العاده. اييه وبعدا نسيت ومبروك عواشركم التبعين ديالنا والله يجيب العيد بخير ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وتعيدوا باش ما تمنيتوش ان شاء الله والله يجيبكم شي حوالي يكون مدخن ويكون مدخن شي حوالي بكرونو زوين الله يعطينا الخير تصبحوا والله امين يا ربي. وكما كتشوفوا انا مع اختي يمنى هذا النهار عندنا واحد الفرحه ما قداتنا ما قداتنا فرحه والله بنتي ما قداتنا فرحه وحنا غادي ان شاء الله غادي نبداو نصغر في الافراح ان شاء الله. وي غير الافراح غير الافراح احنا بدينا متبعين احنا بادين وغاديين معاكم. اييه كنشوفوا كل خطره فيديو كل خطره فرحه كل خطره احنا غاديين فرحانين في الافراح ان شاء الله عشان ما تتبعي. اه دابا راه سخ الجان الصيف ان شاء الله والله وعشا الصيف كيكون الجو زوين وكل شيء زوين والمناسبات جايين المناسبات والسهره والكلاس كل شيء كانت تتبعين ديالنا. أيه. والله الا كدوزي شي كدوزي شي نهار زوين كدوزي حتى الليل كنتجمعوا ونسهروا بالضحك والهضره ان شاء الله والله يجيب جواب في الدعوه ديالنا ان شاء الله بخير وعلى خير حتى هي وليداتها ان شاء الله باش حتى تحضر معنا في الفرحه اللي جايه شحال غتجي تقص معنا بنتي غاتجي جايه راه من دابا كتقول لي عمتي راني تنوجد كتقاد البال ديالها باش تجي. انتم المتتبعين راه كل شيء تيوجد والله الا كنت مسكينه وفرحنا مسكينه ما جاتش العام الاول حتى هي غندوز شي ايامات ونجلسو ونضحكو وندوزو هاد اليومات الجايين كلها افراح صح دابا متبعين راه من دابا المفاجآت المفاجآت والضحك والهضرة والله إلا نهار الحق كان بقيت حتى المتتبعين يفوجو معانا يفوجو كيما كتفوجو حتى هما يتفوجو معانا ماشي غير حنا ايوا نشوفو معاكم كل شيء ايوا الله يجعل ايامكم كلها افراح يا ربي امين. ايوا شنو لاله يمنى السلام عليكم المتابعات كي دايرين اموركم ولاداتكم كلشي بخير كلشي فرحان وراني فرحانه ما قداني فرحان المتتبعين هذا النهار كبير النهار الكبير جا الوالده خيم هذا النهار المتتبعين التعاليق الزوينه شكرا الشكر ديالكم التعاليق اللي كتخليو لكم يمنى الله يرضي عليكم الله يخدكم عليا المتتبعين داخل المغرب وخارج المغرب والنهار هذا المتتبعين والله الا فرحانه ما قداني فرحه مشى الحلم ديالي كي والله ايام كلها افراح امين ويامنا وجميع المسلمين كل واحد النهار هذا المتتبعين اش غنقول لكم راني داكشي اللي كان كنتمنى اشنو بابا والله الا سالو شكون سالو حنا راه مازال ما كنا المتتبعين حتى حاجه شنو سالو الوالد عطيه بعدا المتتبعين كنعطيهم التحيه الكبيره والله يرضي عليهم والله اييه شوفوا البنات بابا مسكين حتى هو راه عتو معافر معنا البنات اقسم بالله الا معافر معنا هذا النهار كنا مع الخمسه الصباح كنا البنات فايقين مع الخمسه الصباح واش واجدين انا فايقه مع ربعه واجدين واجدين حاضرين حاضرين يلا واحد جوج ثلاثه شوفي واجدين حاضرين ناشطين كلشي كاين هذيك عمتي كلشي كاين كلشي كاين بابا ان شاء الله اليوم متتبعين صراحه كما قالت لكم ماما واحد الفرحه كبيره في الدار واش غنقول لكم الحلم ديال الوالده غادي يتحقق وصراحه اش غنقول لكم اليوم البنات حنا الضاله الثالثه ياك بابا الضاله ديالنا الثالثه والبنات راكم عارفين فاش كنلوحوا الضاله ضروري كنديروا واحد الغديوه يعني المغاربه كاملين داكشي اللي كيديروا الخدامه وهادي والعائله كلشي كيفرح داكشي كيضرب التماره بابا حتى الخدام حيت كياكل ويشرب ويكون مزيان راه كيبدا يشكرك والله العظيم ويدعي حتى هو بالدعوات الزوينين وهي غادي داكشي اللي كاين البنات ايوا اليوم غادي نشاركوا معكم شنو وجدات ام يمنى وشكون اللي كاين معنا وشكون كيفاش جات الضاله ان شاء الله يا ربي والله داكشي اللي كاين المتتبعين ماما راه تبارك الله عليها شوفوا رانا تمام الصباح كاينين الناس لي بعادين ولي قرابين متتبعين واش غتقولوا على عينيكم ان شاء الله يا ربي معكم كلشي داكشي اللي كاين عمتي ايوا متتبعين هاد اليومات اللي جايين والله الا كلها افراح والله والله متتبعين بقاو غير في المواعيد دائما فيديوهات واعرين 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 اليوم اليوم الوالده دارت لنا كسكسو ياك كسكسو ان شاء الله يا ربي الغدا الخدامه
ديك الخضره درنا طاجين ياك ولا دجاج محمر. دجاج محمر، دجاج محمر اللي درناه والصفه. هذه المره البنات درنا سميتو كيقولوا طعام في لاجر. اليوم ندير لكم طعام انا ما تتبعش عندك كتحرق. ايوا كيخدوا لي اليدين هذه الحرقه. حاولي حاولي حاولي. الحمد لله على كل حال. راه عتي سخون بابا تا يضحك عليها. ديري وجدي يدك ودير معاه تا تضحك عليها. الحرفه ديالها هذه. وانت الحرفه ديالك فين هي؟ بابا الحرفه ديالو غير مع البولونات. شوفوا يدو شوفوا شوفوا كي دايرينها حرشين. شفنا حمدي كنبقاو الله يرحمو مسكين الله يرحمو وصلوا رحمو في هاد العواشر ورحم جميع المسلمين. محمد كان كبا عندو جوج تراكتورات الله يرحمو. اي عمتي وكان كيسوق هو وبا الله يرحمو كيسوق. محمد كيسوق قال لك بابا كنت كنقرا في المدرسه كنسمع التراكتور وكيمشي معاه كيدي معاه الفات كيحرات وكيدي ديالي مع الوالد الساعه وديالو هو واحد هو واحد تاع كنشوف انا واحد وهو واحد. قال لك بابا كان كيسمع كيسمع تراكتور داز قالك كينوض قال لك كينوض كينوض كيتقعد من القسم. هذاك الشيء باش الله يرحم الله يرحم مسكين دوزنا هذوك حتى هي محسنات عندنا دوزنا بصح الخير وكلشي والله كلشي كان ايوا نشوفو بحال تيتيش هذيك ماما عطيتيش هايلي قولها تعطي شي تحيه عطيتيش لاباس قولها كندير الفيديو دابا الله يبارك فيك. عطيت تحيه للمتتبعين حنا كنصوروا واحد الفيديو. ديري ديري وفق ديري وفق. لازم لازم. ها انتم متتبعين تيتيش على المباشر المرضيه ديالنا مسكينه ما كايناش متتبعين. والله الا مسكينه المتتبعين من الصباح وانت كتصوني. وحق الله يا راني كنصوني ونعاود باش نعرف شنو كاين وفين وصلتو. ايوا عطي شي تحيه للمتتبعين. ماشي كثير تحيه للمتتبعين ماما كنطلبهم ورقهم حتى ما كايناش ان شاء الله في الوالده ديالي بكتبوا لكم ونتابعوا القناه ديالها ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله راه ما خليتهاش غير هكاك راه كان ليا ظروف في داكشي باش انت هاد الناس اللي جينا ما قديناش نكثر لهم وقع لهم مشكل. ايوا اختي تيتيش ماشي مشكل ماشي مشكل. الله العظيم اختي اميمه قلت الحمد لله كاينه انت يا بلاصتي غتوقفي على الشغل كامل ان شاء الله يا ربي. كوني هاني يا اختي تيتي اخي المستجدات كوني هاني. شوفي اقسم بالله والله ايوا المهم متتبعين تيتيش دابا راه هضرات معنا ان شاء الله مسكينه بغات تعرف شنو درنا وراه حنا كلشي كنقدو على تيتيش. نزيد غير اختي بالك داك الشيء اللي كاينه امي ما خصني نعرف اي حاجه درتوها والله ونعرف الديتاي ديالها. والله الا راه حنا عتي ما كاين غير الكسكسو واللحم وكلشي عتي كلشي غير الفرحه. ايوا عاوني ماما تشوفنا فيها مسكينه خليتها. ايوا المهم تيتيش ما نطولوش عليك دابا اختي سيري مع ناسك ديالك وهادي وسلمي عليهم وتنعاود نصوني عليك ان شاء الله يا ربي. يلا بالسلامه حبيبه ديالي. يلا بالسلامه الله يحفظ المتتبعين ضروري البنات ضروري تهلوا ضروري. يلا ايوا المتتبعين كيما شفتوا دابا ماما غادي تحط هنايا الحيمات ديالها. صراحه تيتيش ما كايناش البنات مشات لطنجه ديال العزاز كما كتشوفوا هاك ساعه تاع اختي منها. والله الا كسعتي بهالكلام شوفوا البنايه والراحه العراده ديالنا هادوك الصراحه الله انا كيعجبني بنادم صافي شي اختي داكشي زبيط تبارك الله الحمد لله ماما شوفي الطعام ديالك زوين حتى يذوقوا. لا انا دقتو سبق انا اللي كليتي. ها كليتي انت يا شيخ محا شيخ محا شيخ محا تبارك الله تحيه لشيخ محا تحيه في المكان شي شاف داكشي اللي كان والله الا كاع شافات. ايوا البنات دابا ماما مسكينه غدير سميتو السلوفان باش يبقى لهم سخونه البنات هانتوما باش دير سخونه هانتوما 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 البنات ماشي الطبق الساعه فقط سخونه شي فروت عام سخونه هانتوما. اليوم غنتغداو ان شاء الله في الدار البنات راه كاينه عمتي كاينه جداتي بجوج كاينه خالتي والله والناس جداد كلشي كاين الناس جداد خليهم ياك امي امي راه كاينه معنا البنات هاهي مسكينه الله يخليها لنا شوفوا متتبعين والله امي الا كتبوك شي وحدين على على رجلي راه قريت شي حاجه ما نسيت ما كتهلاش والله
قالك واحد طلب واحد طلبه مسكينه كتجي للسوق اييه ايوا قالك في الخطره كديتي انت اللي عاودتي لنا تودا العكوزه ديالك الخطره كتجي في صبي صغير هو صعابي اييه قال شافها واحد الراجل قالك شافها واحد الراجل قالها واش كون نهار السبت تولدي تزدي تارود والله الا امي كوز اه ايوا ها منين ايوا انتوما البنات تبارك الله عليكم جات الحوت زوينه طالت طالت وبصحتكم تحيه لهم كبيره الله يجعل سيدي ربي بصحه كضربت ما شفتش كيفاش كيطلعوا كيطلعوا الدار شوفوا البنات راه مازال غنوريكم الضاله ونوريكم كلشي حيت جينا ما راه كيصرا داكشي زوين تبارك الله كيبان كلشي الله يكمل بخير امين يا ربي لعقبالك عمتي ولا قبل اي واحد ما عندوش الدار ولا كان ديال البرقان ديال السميتو ديال البلول ولا اني خصك كلشي جمعتي مع الغبره ماشي مشكله عمتي ماشي مشكل واش ندعو ثاني باش نخدي معاك داكشي صافي حتى ديك راه الجاج باش حاجه ليك باش تقولي تعطي الريحه صافي ماشي مشكل باش نخدي البلول تاعهم هانتوما البنات يلا ماما جي وجدي هنايا حط لهم داكشي ديالهم باش نعيطوا على بابا يجي هنا جبدي ماما الديسير جبدي هانتوما البنات الديسير هذا الدلاح ديالنا اللي فوق يلا البنات راه ماما مسكينه غادي دير الخدامه اللي فوقنا والخدامه ديالنا والخدامه اللي في الدار تاعهم حتى حنا خدامه خدامه ميمه بنايه وبحال خدامه بحال البنايه هذوك راه المعلمين والله المهم ما يقدروا الناس المعلمين صافي المعلمين الدار ودير الصوارت ايوا خدام لا حتى هو كيخدم على درا على 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 عائلته سميتو انا ما عرفتش المتتبعين ما كاينش عليك بحال كالمتتبعين والله البنات انا غير كنهضر المهم ما تديوش عليا المهم البنات هنايا دايره ماما لا ايوا المهم غادي دير الوالده حتى سميتو ايوا انتما المتتبعين ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا الصراحه اش غنقول لكم الضيف ديالنا تغداو وكلشي تبارك الله متتبعين كلا ياك عمتي كلا الفوق كلا الدار وكلا حتى في سميتو نشد على خالتي وكلا حتى في القنطره المتتبعين البنايه ديالنا مساكن اش غنقول لكم يا ربي تعاونهم مساكن امين امين داك لاشي بالصحه والراحه وشكرا لهم حتى هما الله يخلي لهم صحتهم الله يكمل عليهم بخير وعلى خير ان شاء الله والعقبال المتتبعين اللي عنده شي حاجه في الحوت ديالو الله يجازيه يا ربي يا ربي ان شاء الله كان هذا المتتبعين هو الفيديو ديالنا هذا النهار صراحه دابا راه روينا وغادي نجمعوا الروينه ديالنا وغادي نجمعوا كوزينتنا ونجمعوا دارنا والله المتتبعين ما تخافوا علينا عطوا الحداقه لا والو الحداقه السلام عليكم المتتبعين وتهلاو منكم يا الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي ومعنا زوينين اي والله يرضي عليهم